فيها عبد الله قد فتنا الله أنفي تبكتي من الله إني أدى أو عزيز تون أنت عازل عبد الله طفل منفصل أم وأبوه منفصلين من بعض من فترة وإحنا عايزين علاج لعبد الله لأن عبد الله طفل طبعا إحنا لفينا بورقه من 2015 بنلف بورقه بالناشد وزيرة الصحة والناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يجيب علاج لعبد الله يعني بنوه إذا كان السيد الرئيس ولا كان السيد وزيرة الصحة يتبنوا موضوع علاج عبد الله لأنه عبد الله طفل ما زنبوش حاجة ما زنبوش حاجة في المرض لأن إحنا لفينا وما عرفناش نوصل لأي مسؤول يجيب لنا علاج في الدولة يعني أي مسؤول يجيب لنا علاج ولا يقول لنا أن نجيب علاج ما فيش فإحنا عايزين الناشد المسؤولين يجيبوا لنا علاج لعبد الله انه طفل عبد الله طفل ما ذنبوش حاجه عايز يبقى طفل زي الاطفال يعني يعيش حياته يجري ويلعب بس الناس الخير جابوا له كرسي ما عرفوه انه هو بيعرفوه اصلا وبيعرفوا عبد الله وجابوا له كرسي فاحنا بنناشد المسؤولين يعني منهم السيد الرئيس ووزيرة الصحه نجيبوا علاج لعبد الله مش عايزين اكثر من كده احنا مش عايزين اكتر حاجه من انه يجيبوا علاج عشان عبد الله يمشي بس يعني لانه طفل ما ذنبوش حاجه يعني ذنبوش حاجه ماشي يا عبد الله انت عايز علاج بس عايز علاج عشان تمشي صح؟ يلا ربنا يكرمك ان شاء الله ويجيبوا لك علاج وتمشي وتلعب وتروح الجامعه عشان تصلي تروح مع الجمعة؟ ماشي خلاص ماشي يا عبد الله. قول حاجة يا عبد الله. شكرا شكرا يا عبد الله. ماشي يا عبد الله. يلا يا عبد الله. علامة النصر يا عبد الله. علامه النصر ما شاء الله ربنا ينصرك ان شاء الله يا رب احنا فعلا رحنا عايزين علاج لعبد الله عشان يقدر يمشي رحنا للتامين الصحي والتامين الصحي قال لك انا ما عنديش علاج عندي احنا ناشد الدكتوره هاله زايد وزيره الصحه ان تجيب علاج لعبد الله على نفقه الدوله مش عايزين حاجه اكتر من كده